انا جاك بانكلو زاد في اسفي وموي زادت في الوجدة وبويا جا من 47 من فرنسا عايش في المغرب كانت بارتي دي الاستقلال دار لا بارتيسيبو مع لانديبوندونس من الناس ديال بكري و شديت بروجي ديالو كانت عنده لي بارك 8 في والديه من 1950 وسالي التوفى مع 84 انا خديت شديت لافير ديالو وديفلوبيتها بغا يدير شي ريستورون مع 92 شديت الريستورون هذيك بلاصه طاف مع الدوله لوديب في هذيك الساعه ولي زيريتي زقتوني صاحب بويا في ديك الساعه وطلقوا لينا شدينا لا ديسيستا وحنا درنا كونترا مع لوديب في ديك الساعه صلحنا مع حال شديت كريني درت درت كريت لا جي كري لا سوسيتي اوستريا باش نديرو لو ريستورون بور بروموفوار لي زويتر لي كنديرو من 1950 في الوالديه و هاد الايام في هذيك الساعه مع 1992 قالوا لينا شي 10 سنين قدام غادي يكونوا لا مارينا هنا وغايكون هادشي غادي يكون احسن على الريستورون ديالكم ودابا من 2014 صيفطوا لينا البرا قالوا لي بيعوا الارض بيعوا الارض الدوله دوله سادير الارض ديال الدوله بيعوا الارض وغادي خاص تحولوا في مرسى جديد هذه لاجونس لا ان بي لاجونس ديال لا ان بي قلت لهم حنا هذيك الارض عندنا الحق لاكاش الارض ما كيتبيع الارض ديال الدوله ما كيتبيع قالوا لينا هادشي سي لي انستركسيون دو سي دي انستركسيون ديال رويال ولا ما عرفاش قالوا لينا قلت له وني ماشي ما قلنا نورمالمون حنا عندنا لو دووا دو بريومبسيون وني معليش ما كاين مشكل وري لينا البلان غنشوفوا كيفاش فين مرسى جديد لاكاش مازال ما كاين بلان ما كاين والو ديك الساعه كدور نتوما في الوراق ها الوراق وراو ليا البروجي وقال لي هذيك الارض غادي يكون فيها بلاصه قلت له هذيك بلاصه ما غادي كافتي ما غادي كافيني هذيك بلاصه اللي ورا لينا قلت له لا مشينا مع مسيو بالمحجوب لو ريستورون دي بور مشينا له انا وبا في ديك الساعه قالوا لي قالوا لي عطي لنا شي ارض لاخر وخاص بيهم لينا قالوا لي لا ما عندكم الحق باش تلعب هذا الشيء بعدا حنا بليزير اللي غنعطي لك الارض نورمالمون الارض ديال الدومين بيبليك ما خاص ملي قلت لهم دابا بعتوا الدومين بيبليك دونك ما بقاش دومين بيبليك لو كان حنا شدينا الحق ديالنا خاص نشري الارض ديالنا حسن ونشد بلاصه قالوا لي لا هذيك ما يمكن وبداو كيصيفطوا لي البرا باش نتحول خدنا كل شيء هادشي ديال الدوسي درنا دي بلان درنا بزاف ديال الحاجه شدينا الاركيتكت باش نقدر نلقى شي حل لاكاش عندي شي 30 بشر هنا اللي خدامين عندي وكيفاش غنديروا خاص نسفتهم هكاك ما يمكن دونك اختا دابا ما كاين حتى حل سمعنا شي شركه قطريه هي اللي شرات هنا ديال شركه ويصال قطريه قطريه وين كاين لي زانتيغي كاتارين وين كاين كان الدوله الاخرين معهم هما اش كيقول لنا كيقول لنا حنا شدينا الارض خاوي شدينا الارض خاوي دونك دبروا معهم باش لقى حنا بغينا نتفقوا باش نبقى معهم حنا بغا يدير واحد لا مارينا مزيان باش يجيبوا لي توريست كثار مي حنا هذوك ريستورون 50 سنه الريستورون دي بو حنا شي 35 ولا 40 سنه وحنا الاولين كلشي الناس كيعرفونا معروف غادي يجوا علينا باش يبنوا ريستورون الاخرين وغادي يبقى هكاك ما يمكن دونك هادشي اللي كاين دابا ما عندنا حتى حل معاهم اخر مره توصلتي معاهم عندنا بزاف ديال البرا وكيقول لنا كيقول لنا ما كنا ندوي معاه حنا طلبنا لو رونديفو مع لا ديريكسيون ديال لا ان بي كيصيفطوا لنا هاد شي الناس في المرسى وكيقول لنا حنا ما كنا نعطيك تا ديسيزيون كنتسنت
وكنقول لك وكي صيفطوا لنا البرا شدينا لاشيتيكت حطينا لي بلان طلبنا لا رانديفو باش تبريزونتي هادشي حتى دابا ما كاين حتى واحد اللي بغى يهضر مع حنا كي صيفطوا لنا البرا وكي صيفطوا لنا العون لويسيي باش يجريو علينا ربحنا سالي ربحنا بروسي الاول في لابيل قالوا اليوم خاص يمشيو قسموا لي الملك هما اللي عندهم الحق باش يديروا شي كومون ابل سا واحد تعرض ان بروسي بو فير ان بروسي وخاص يمشيو خاص يمشيو في التريبينال كوميرسيال ولا ادمينستراتيف لا تريبينال دانستانس انكومبيتون لاكاش دونك صافي حنا بغينا نتفقوا معهم نجلس معهم باش نلقى شي حل اش داروا عاودوا لا ميم بروسيدور ان موا ابري كلشي بحال بحال لي جوج كلهم بحال بحال ولا كور دابيل لي جوج بحال بحال وقالوا البريزونطاسيون اللي دار لافوكا ديالنا ماشي مقاد ماشي ريغلومونتير دونك في لو فون اون ا ريزون لاكاش مول الملك ماشي هما اللي ديعونا ماشي ليتا اللي ديعونا دابا ماشي هما مول الملك بيعوا شركه دونك هي اللي خاص ديعونا وخاص يدوزوا في لي زانديمنيزاسيون حنا ما بغيناش لي زانديمنيزاسيون بغينا نحاول وبغينا نخدموا الناس اللي عندي مازال هنا ما بغيش نجري عليهم هكا شحال القيمه ديال هذا الاصل التجاري اللي عندكم دابا نتوما هنا يعني كنتكلم على غير انت شحال تكون القيمه ديالو ثقيله ديال الناس يعني القيمه ما 92 ما لي ترافو 93 خسرنا شي 500 مليون داكور مع لي زاميناجمون مع كلشي شديت كريدي اشخط سنين ديال الكريدي بزز باش نخلص سالي دويت معهم قلت لهم هادشي قال لي هادشي صافي ربحتي دابا خاص تعاود انا قلت له ديك الساعه عندي 30 سنه ما كاين مشكل وين دابا عندي 66 سنه غنشدو شي كريدي ديال اشخط سنين مع هاد الوقت سالي اللي داروا الخدمه اللي داروا هذيك لو سوتيغان حبسوا لنا التريك با خمسه سنين من 2016 حتى 2020 حبسوا الكليون ما بقاش كيدخلوا صعيب باش يدخل صعيب باش يخرج ديعنا 50 ولا 60% ريزيستينا لاكاش صعبنا غادي يرجع هادشي فوالا وابخي جا الكوفيد يلاه زيد مازال ودابا كاين واحد لا كريز كنخدموا الحمد لله مي هما بغاو يجرو علينا حنا بغينا نلقى شي حل معهم باش امور غادي بحال الاول نحاولوا واخا مي افيك لي كونديسيون ما كنا نخسروا كاش ما سي با بوسيبل دونك لا تشي اللي كاين حاليا بلاتي استاذ نتوما امتى قال لكم غادي يجيو دابا باش يفرغوكم قالوا لنا معكم ايمن مجد مسير مطعم أسترية الميناء بالبيضاء كنتفاجئوا جميعا انا والمستخدمين بالمطعم بالقرار ديال الهدم بالقوه للمطعم الشيء اللي ما تقبلناش صراحه كنطلبوا من السلطات المسؤوله يديروا لنا شي حل وسط لاننا كما كيعرف الجميع كنا في الجائحه ديال كورونا بمشقه الانفس عاد عودنا رجعنا لو ريتم ديال الخدمه يلاه ولينا عامين والخدمه واقفه يلاه بدينا كنخدموا يلاه تكرفصنا وتعذبنا باش نرجعوا الامور كما كانت كنتفاجئوا بهذا القرار ودابا عندي المشكل هو النفسيه ديال العمال نفسيه محطمه مابقاوش بغاو يخدموا الناس كتشوف بان الصغير فيهم عنده واحد 20-22 ديال الخدمه فين غادي يمشي هاد السيد غادي يتشرد ماشي غير واحد ولا جوج عائلات وموراهم عائلات وكنتمناو يلقاو لينا شي حل محمد عامل بمطعم ميناء الصيد البحري لمده 35 سنه انا اعمل في هذا المكان وهذا القرار اللي جانا مفاجئ على قبل من تهديم المحل وحنا قابلين بهذا القرار ديال سيدنا وكل شيء لان الارض تباعت للشركه
شركة وصال معروفة الإماراتية ولا من جميع الجنسيات ديالها، ولكن ما عطاوناش شي تعويضات اللي غادي يخليونا حنايا كعمال باش غادي نقدروا نسيروا العمل ديالنا، ولا عطيونا تعويضات مادية أو لا معنوية نمشيو في المحل نخدموا فيه، ما كاين لا محل لا والو. إذا كيفاش غادي نديروا بهاد الناس هادو؟ غادي نوليو عرضة في الشارع للسعاية أو نوليو عرضة للشارع نمشيو نسرقوا أو نمشيو نديروا شي حاجة. وعندنا مسائل ديالنا، عندنا وليدات، عندنا كريديات، عندنا بزاف ديال المسائل اللي خاصنا نأديو بها. إذا اش غادي نديروا حنايا؟ واش الاقتصاد ديال البلاد ديالنا حنايا غادي كنقولوا الحمد لله كاين ما شويه بشويه، وحنا بهاد المسائل هادو غادي نوليو كنطيحوا الارض. هادشي اللي جاب الله سيدي، ولو كنا بيدينا يمكن شي امكانيات راه غادي نقدروا نوصلوا. لو كان عندنا غير شي حل فين غادي نمشيو نخدموا راه نمشيو نخدموا، ولكن حنا راه ناس كبار ما نقدروش، ما عندنا فين شكون غادي يقبط لينا يقبط يشدنا حنا في هاد السن هذا. انا عندي 58 سنه، اذا اش باقي ليا؟ باقي لي عامين للتقاعد ديالي، وغادي نبقى انا نمشي نسعى على الكبري نمشي نسعى. خدمت بالليل وبالنهار في هذا المحل هذا، وهذا الشيء ما جاب الله سيدي والحمد لله. قرار اخويا راه هدنا، ولينا ما كننعسوش بهذه القرارات. كتبي لي ليله شي وضوحها يجيو يسدوا لهم حنا في الزنقه. كيفاش يلا غتقلب على خدمه في هذا الوقت صعيب الخدمه؟ والناس عندنا هنايا كبار اللي عنده 56 عام واش باقي يخدموا شي واحد؟ واهم حاجه بغينا يا من الدوله يا من الناس المسؤولين، بغينا ما يضمنوا لنا غير حقنا. راه اصغر واحد هنا ضرب 12 سنه، وحشومه عيب وعار هادشي وقع. نمشيو واش باقي شي واحد يقبل عليا انا؟ وانا عندي 54 عام في عمري، واش باقي يقبل عليا شي واحد؟ لا تمشي عنده يقول لك ما يمكنك كلوك الحم ولا حوك عظم. باقي يقبل عليا شي واحد انا؟ حتى واحد ما بقى يقبل عليا، وعندنا كريديات، عندي باقي الدراري صغار، لا اله الا الله، هاد المسؤولين يديروا معنا حل، عطاونا التعويض ديالنا، واللي داروا حنا معاهم، ها هو السيد، ها هو معنا هنايا، السلام عليكم. جانا على صدفه يعني ما بقيناش عارفين شنو كاين. وفي الحقيقه حنا كنجريو على اسره، العديد الخدام راه 71 عام خدام، 71 خدام يعني راه لا اله الا الله. وهذا القرار يعني خرج على عباد الله كامله، يعني كنعيشوا نهار بنهار مخلوعين، يعني الخلعه راكبه فينا. كنتمناو من سيدنا يشوف فينا زعما من حالنا وهذا باش ما يضيعوناش حنا ويدير لنا شي بديل، ولا المهم شي يعطيونا الحقوق ديالنا وصافي. هادشي اللي قال لنا، كنجري على اسره، ثلاثه د الوليدات والمدام والوالد والوالده عيانين، كلشي عيان، وعندي لا نافيت من الدار البيضاء للقنيطره. يعني انا كنمشي للدار البيضاء للقنيطره ماشي، واخا كاري هنا الكره كاين هنا، ولكن ما يمكنش الولادي هنا على حسب المعيشه غاليه. هادشي اللي كاين. المهم كنتمناو من الجهات المسؤوله دير بحسابنا وصافي، هادشي اللي كاين. شكرا على وجه الله يحفظك. الاسم الكريم ديالي بيسن حسن، عامل بريستورون اوستريا منذ 2000. سيدي هاد الناس جاو هددونا بغاو يريبوا لينا الريستورون، وحنا فين غادي نمشيو؟ وانا عند في عمري 55 عام، قالت لي 4 سنين على روتريت، وسيرتو مع هاد غلاء المعيشه، زادوا في الحليب، زادوا في الزيت، زادوا ما بقاو بقى لهم غير يقتلونا حنا. وسيرتو الباترون ديالنا الله يعمرها دار كيتقاتل علينا، كيدافع علينا، كيمشي ويجري، ما يخلي رباط، ما يخلي حتى بلاصه باش يدافع علينا. 22 عام وانا خدام في أسرية في المرسى. 22 عام انا خدمت، من اللي جيت خدمت في الاسريه. ملي سمعت ما بقاش كيجي كاع الخدام لي بيرسونيل، ما بقاش كيجيهم الناس، والمخير فيهم مسكين عنده الكريديات. انا عندي جوج كريديات وعندي النفقه، اش غندير بعد بعد يجروا علينا؟ اش غنديروا؟ ما عندنا ما ندير، ولا اله الا الله محمد رسول الله. كنتمنى من جلاله الملك يشوف منا. حنا 29 ديال البيرسونيل ومخير فينا عدو الكريديات. وهادشي اللي كنقول، هادشي اللي نقوله نقول لا اله الا محمد رسول الله. هادشي اللي كاين اخويا.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.